السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو رح نرسم إشي جدا بسيط بألوان مجرة خفيفة جدا لطيفة ومع عبارة جميلة، يعني بتحفز الواحد. ممكن تهديها كهدية لشخص قريب لإلك أو أيا كان، ممكن حتى تهديها لنفسك عادي. رح أستخدم ماء طبعا، واليوم رح أستخدم الخشب. عندي هيك دائرتين خشب، عندي دوائر حتى اشتريت، وفي بنت برضو طلبت مني إني أرسم لإلها على هذول الخشبات، فنكيت إنه هيك عبارة معينة حلوة ورسمت من خيالي الرسمة اللي رح تشوفوها لقدام أو رح نمشي مع بعض فيها. طبعا استخدمت عدة أنواع فراشي، مش مهم يعني إيش تستخدم، حتى يعني نوعيتهن مش مهمة، بس أهم إشي تكون ناعمة وإنتي بتتريحي لها. يعني زي ما شايفين برضو أنا راح أستخدم صحن بلاستيك مشان أحط فيه الألوان، وهي هي اللي قدامكم العبارة. أنا بالأول كتبتها بخط رصاص بس راح يروح. يعني العبارة: لا تنطفئ وأنت الذي اعتاد العالم على توهجي. فهي كثير يعني عبارة بتحفز وبتحمس الواحد، والواحد بيرتاح لها. يعني بعرفش أنا زي ما حسيت. الألوان اللي راح أستخدمها هني ألوان أكريليك، مش مهم الماركة، ولكن أنا بحب هاي الماركة، اسمها أرتست إشي من هالنوع. بس مش شرط إذا أنت مالكيت عندكم، حتى مش أرتست، ريناي سانس أبصر شو أرتستيك أكريليك، مش مهم. حتى عندي عدة أنواع، بس اختاروا الأكريليك الميديوم، يعني اللي ما بيكون سائل كثير ولا جامد كثير. أنا هذا اللي بحبه يعني ما بعرف، لأنه بقدر أحط عليه ماء وأسيحه أكثر. يعني ما بحب السائل بزيادة، يعني وقت ما بدي بقدر أسيحه، وانت ما بدي بقدر أخليه جامد. بالبداية راح أستخدم اللون الأبيض، زي ما أنتوا شايفين حطيت شوية مي عليه وقعدت أحط على الخشبة، وزعت اللون الأبيض على كامل الخشبة. إذا أنتوا يعني راح تهتموا مثلا في الجوانب إنه ما يجي عليها ألوان، ممكن أنكم تحطوا عليها لزيك أو لاصق. يعني ثاني إشي استخدمته هو اللون الزهري، حطيت هيك على اللون الأبيض، وبعدين استخدمت لون بسموه الروز، يعني لون الورد يعني، بس هيك يعني هذا اللونه هيك بيجي على ليلك على زهري إيش من هالنوع. وصرت أدمج لأنه ما زال اللون الأبيض بعده مش جاف، فبقدر يعني من الأغمق إلى الأفتح بقدر أدمج، يعني أجيب من تحت أغمق أظل أحط من اللون وأمشي بحركات زي ما أنتوا شايفين، حركات سريعة بدمج اللون الزهري أو اللون الروز هذا باللون الأبيض. نفس الحركة راح أعملها مع النصف الآخر، راح أحط اللون الأزرق الغامق وراح أضيف شوية أبيض لما أوصل عند اللون الزهري مشان أخلي المنطقة هناك لامعة، يعني يظل في منطقة ما بعرف شفق، ما بعرف صراحة، بس إنه منطقة فيها لمعة. اللي راح أحط هناك القمر راح نرسم في النص، وهكذا أطبق الحركات نفسها وأخلي تدرج ألوان من الأغمق إلى الأفتح. وهنا رسمت القمر، حطوا دائرة. يعني هي صراحة الخشبة نفسها كانت مدورة. وبالنسبة للتصوير أتمنى يعني أني أغير من التصوير هذا، جديد اشتريت هيك ستاند صغير فمتحمست له، لكن رح أرجع إن شاء الله على الطريقة القديمة، أصلا أريح لي وأريح للناظر حتى زي ما أنا شايف. وهيك حطيت نجوم، النجوم تقدر تحطوها يا إما تحطوا يعني تعفوا تنقطوا نقاط، أو تجيبوا فرشاية مفرودة هيك قديمة شوي شعرها مفرود، وتجيبوا مي عليه مع لون أبيض وتفركوا الفرشاي، فبيطلع نجوم هيك بشكل متراشق.
وهسه رح احط هيك شوية اشجار تحت. كنت متحيرة في البداية شو احط، يعني مش حلو انه يظل بس هيك، فحطيت اشجار. هذا ستايل يعني بشوفه مرات حلو، فراح تشوفوا اني راح ادمج لون الازرق الغامق مع اللون الزهري هذا الغامق، وراح يطلع لي هيك زي لون غامق ليلكي غامق، وهكذا راح اطبق على الاشجار اللي راح احطها تحت. ممكنكم ترسموا أي إشي ثاني، ممكن ترسموا جبال، ممكن ترسموا شخص، ممكن ترسموا أي إشي، أي إشي بيخطر على بالكم. صراحة أنا ما كنت مقررة إيش راح أرسم، وهي مرة واحدة إجت على بالي ورسمتها. وهون راح اكتب الكلمات. انا زي بنسخ الخط نسخ، بس ما حسيت انه زبطته بسبب الفرشاي. لو عندكم فرشاي دقيقة اكثر راح تفيدكم احسن. انا ما استخدمت فرشاي دقيقة. بس اخر اشي حابة اني اجاوب على سؤال من واحد اسمه I am بين، يا بنت او ولد صراحة مش عارفة. بيقول هلو سيمباي، بس حبيت اسألك سؤال. انا عمري الحين 17 وبديت اتعلم الرسم واتدرب كل يوم على جزء معين في الجسم، يمديني أتعلم ولا ما أقدر؟ لأنه صار لي 3 شهور عم أتدرب كل يوم وما في تحسن إلا شيء بسيط، وما أقدر أرسم من خيالي. أقدر أرسم إذا كانت صورة قدامي، هذا يسمى رسم أو لا؟ وعفوا إذا طولت علي. أول شيء شكرا للسؤال. أوكي، أنت صار لك 3 شهور بترسم كل يوم، هل هذا يعني أنه أنت من قبل ما كنت ترسم؟ هذا السؤال أيضا. 2، 3 شهور وقت جدا يعني صح أوكي كبير، بس أنه بالنسبة لأنك تتطور بشكل أنت حاطه قدامك أنك تصير محترف، ما زال أمامك الكثير من الوقت يعني. وبالنسبة لأنه أنت بتقدرش ترسم من خيالك، أنا أقدر أقول أنه هذا إشي مستحيل، لأنه أنت كل يوم تتدرب على إشي معين مثلا، صحيح؟ مستحيل أنك تقدرش ترسم من خيالك عين، صح؟ مستحيل تقدرش ترسم من خيالك حاجب مثلا، مستحيل تقدرش ترسم من خيالك وجه شعر، مستحيل. فشو هو الرسم من الخيال؟ انت قصدك انه ترسم اشي كامل من الخيال، او اي اشي من خيالك تقدر ترسمه. انا لحديت هسه بعدني مش واصلة هاي المرحلة، فلليش احنا منعذب بحالنا ومنقول يا الله بعدني يا الله بعدني يا الله بعدني؟ لا، شوي شوي التطور البسيط بالنسبة لإلك انت بجوز ما تقدر تلاحظه. انت ممكن انك تطورت بشكل كبير، بس انت ما بتقدر تلاحظ هذا الاشي. مين اللي بلاحظ؟ الشخص اللي بيشوف رسوماتك، اللي شاف رسمك قبل واللي قاعد بيشوف رسمك حاليا. وثانيا كل شيء بتعلق بنفسيتك، يعني انت هل بتقدر تحط كل اشي كل طاقتك على الرسمة؟ راح تشوف كديش انت راح تتطور، يعني كديش انت متطور لما انت تحط كل الطاقة في الرسمة. احنا في الغالب بعرفش، انا بشوف هذا الاشي في حالي انا، اني يعني ما بحط كل طاقتي في رسوماتي، مش دايما على حسب نفسيتي. فانت شوف انه حط طاقتك في رسمة معينة مش من خيالك، ماشي؟ عادي، هذا اشي طبيعي ويسمى رسم طبعا، لانه انت قاعده بتتدرب حاليا، عادي زيك زي غيرك. بدون ما نمر بهذه المرحله على الفاضي ما بنتعلم، يعني لازم نمر بمرحله انه احنا ننقل مشان نقدر نرسم من خيالنا. فانا كل ما اني نقلت، كل ما تعلمت كيف ارسم من خيالي، كل ما طورت هاي الذاكره الصوريه وحطيت بعقلي كيف اني أرسم لقدام من خيالي. هذا هو صراحة، يعني استمر على أنك تتدرب كل يوم، هذا إشي رائع، خصوصا أنه أنت قاعدة تتعلم على أجزاء الجسم المختلفة، وهذا إشي جدا ممتاز أنه أنت قاعدة بتبدأ بالإشي الصعب طوالي.
يعني مش مركز بس على جزء معين، وهذا شيء حلو بالنسبة لإلي. واستمر أو استمري، وبالتوفيق لك أو لك. وبس أترككم مع الفيديو، وشكرا لاستماعكم، وأتمنى أنكم استفدتوا ولو القليل، وأشوفكم بفيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة. في قوة قبل الطمع، لا تبالي للجروح، كن مؤمنا أن النجاح على الصفوف، سر خلف حلمك كل عام، وانسى التراجع واللام، وبروعة غني التفاؤل كالنغم، فبدأت أبكي في رجاء والشمس تشرق بالضياء، ورفعت رأسي عاليا نحو السماء، وصرخت أني أستطيع إكمال حلمي لم أضيع، سأسير في أمل إلى درب الوسيع، ودعت رأسي هنا وتركت ألامي أنا، ووقفت في عزم لأمشي للمنى، فتفتحت حولي الصخور، وبعطرها نشر السرور، وبراحة أحسست لامس للشعور، ما عدت أعرف ما أقول، فالقلب أضنه الظهور، وبداخلي فرح وإسرار يجول، فعدت حلمي للأمل، حلقت قد أنا كالنسر نحو الشمس أطلقت العنا، وبدأت أمحو ما مضى بالحب، طرت إلى الفضاء عن كل شيء داخلي، أنا في رضا حزني تحول